جلال الغرب في السحر صحابي داخل القصر
بالعكس في التنابين الغرس ويا من غير
عند الحكيم بتنخم يا في شنو اللي عند الحكيم يا شيخ زاد القصة يا علال
80 ستنا يا قدامهم اوصلنا الباب اقفل الدقور الصاب كي يقولوا تواجب يا حكيم خرج حراس الريم ودايب الفلان زين قاع بيعناه وبالجميع دويت انا دغيا معاه طلبت وضيف الله يا من قدمت يا بنات قلت لي جينا لك من فاس يحكي من تعز الناس جبت لك البعد الناس سوف طاقات مع الكاس سوف سلوان العاد في القصر والظالم يستقر غفل عن هادي القول قاع ما جاوبني عاد تنفت لي وقال شكون الشيخة يا بني قلتلها هي يا حكيم قال لي يا انت يا حسرة جياني بمحلة شوفي شيخ شلا تبيت يا بنت السعودية سيدنا في يوم 12 سقوط الباب وخباز روحوا لحارة الأبرز Thank you.
Thank you.